عاجل وقبل قليلة، المغرب يدعو مواطنيه الراغبين في مغادرة أوكرانيا إلى التوجه نحو ثلاث دول حدودية. دعت سفارة المملكة المغربية بكييف كافة المواطنين المغاربة المقيمين الذين اختاروا المكوث فوق التراب الأوكراني إلى ضرورة التقيد بالتوجيهات وتدابير السلامة التي دعت إليها السلطات الأوكرانية المختصة. وأكدت السفارة في بلاغ لها على عدم مغادرة أماكن الإقامة إلا في حالات الضرورة القصوى، والاحتفاظ دائم بأوراق إثبات الهوية، والتواصل المستمر مع السفارة وخلية الأزمة المخصصة لهذا الغرض. وبالنسبة للمواطنين الذين قرروا المغادرة، فإن السفارة المملكة وبتنسيق وثيقة مع سفارات المملكة بالدول المجاورة منكب على تسهيل عملية عبور المواطنين المغاربة من أوكرانيا في ظروف آمنة يريد المصدر ذاته. وأخذا بعين الاعتبار إغلاق المجال الجوي الأوكراني، تدعو أيضا سفارة المملكة المغربية الراغبين في مغادرة التراب الأوكراني إلى التوجه إلى المنافذ الحدودية للولوج إلى الدول التالية: رومانيا، هنغاريا، سلوفاكيا، حيث سيتم إنشاء خلايا للاستقبال والمرافقة توضح سفارة المملكة. ودعت السفارة إلى التواصل مع خلية أزمة بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على الرقمين المجانيين التاليين: من أوكرانيا الرقم الأخضر المجاني، ومن المغرب هذا الرقم